على خلفية جريمة القتل التي تعرض لها الضحية المرحوم بن يحيى عبد الرزاق بطريقة الزولت بالقرب من مسكنه بمدينة باتنا، وعلى إثر المعلومات وكذا الأخبار المغلوطة التي تناولت هذه القضية وتنوير الرأي العام. في البداية نتقدم بتاريخ 18 أبريل 2023، وفي حدود الساعة 11:30 مساء اهتزت عاصمة الأوراس باتنا على وقع جريمة قتل شنعاء تداول مشاهدها المرعبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي راح ضحيتها المسمى بن يحيى عبد الرزاق البالغ من العمر 63 سنة. فبعدما كان يقوم بركن سيارته بمستودع بيته، أقدم رجل متنكر في زي نسائي بالنزول من مركبة كانت تتبع الضحية، أين أطلق عليه 3 عيارات قاتلة بواسطة بندقية مضخية ولاذ بالفرار. على الفور فتح عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنا تحقيقا لفك خيوط هذه الجريمة، والتي حاول الجاني بكل الطرق عدم ترك أي دليل مادي يمكن عناصر الشرطة من الوصول إليه، بداية من تركيبه للوحة ترقيم مزورة على السيارة المستعملة في تنقله والتي كانت من نوع باسات فولكسفاجن، إلى تنكره بزي نسائي يخفي ملامحه لعلمه بوجود كاميرات للمراقبة، كما أنه قبل أشهر سجل خروجه من التراب الوطني إلى دولة تونس ثم عاد إلى الجزائر بطريقة غير شرعية دون المرور على المعابر الحدودية ليؤثر على مسار التحقيق ويجعل المحققين يصرفون الشبهة عنه. عمل استعلاماتي مكثف وفعال واستغلال تقني لمسرح الجريمة بوسائل وأجهزة متطورة مكن محققي الشرطة من فك خيوط هذه الجريمة في مدة لم تتجاوز 15 يوما، أين تم الإطاحة بالجاني ويتعلق الأمر بالمدعو دالخاء البالغ من العمر 47 سنة وأربعة من شركائه من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 34 و71 سنة، والتوصل لأداة الجريمة الذي قام بإخفائها داخل صندوق معدني محكم الإغلاق كان مدفونا في مكان مخصص للرعي على عمق حوالي 30 سنتيمتر. أين عثر بداخله على بندقية مضخية سوداء اللون أجنبية الصنع، وبعد إخضاعها للخبرة الباليستيكية تبين أنها ذات السلاح المستعمل في الجريمة، كما تم العثور على مسدس عيار 7.65 ملم ذخيرة حربية وكمية من المخدرات قدرت ب115 غرام، كما مكنت التحقيقات أيضا من استرجاع المركبة التي استعملها الجاني في مسرح الجريمة والمركبات التي كان يتنقل بها للتمويه واللباس النسوي الذي تنكر به لحظة عملية الاغتيال. بعد انتهاء التحقيق الابتدائي وتغطية جميع الإجراءات تم تقديم الأطراف بتاريخ 2 مايو 2023 أمام النيابة المحلية ونيابة الجمهورية لدى محكمة باتنا. تم إحالة ملف الإجراءات على السيد قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة باتنا بعد توجيه الاتهام لكل من المتهم الرئيسي دال خا والمتهم الثاني دال حا بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وكذا جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.